مع اقتراب عيد الفطر السعيد، يتجه المواطنون صوب محلات بيع القمح والشعير وغيرها من الحبوب التي تعطى في زكاة الفطر قصد أداء هذه الفريضة. كنخلص الفطر على حسب الجد ديالي، 13 درهم 15 درهم على حسب الوليدات. قضية الفطرة راه مقننة من طرف الإسلام ما بين 10 حتى 12 درهم، وكانت كتخرج هي مات الرسول بالزراع وداك الشيء، ولكن دابا على حسب الاحتياجات كتخرج نقدا، وكتخرج على جميع الافراد اللي قضاو معك هذاك الشهر ديال رمضان، بما فيهم الجنين اللي كيكون تاهو داخل الرحيم ديال الام، وكتخلص عليه الفطره. هذه التقاليد والاعراف اللي عارفين حنايا ديال الفطره. محلات وفراشة ينشطون في هذه المناسبة في بيع القمح الذي يؤدي من خلاله المزكي هذه الفريضة التي حدد ثمنها في 13 درهم. فترة ذاك العام كان دايره 240، دابا في الجامع كيقول لك اللي بغى يبيع الفترة وافية 300 ريال، واللي بغى يبيع الحد ديالها في القد 260، عندنا 300 اللي كل واحد واش بغى، اللي بغى يوفي عبرته 300 ريال. هذا الشيء اللي كيقول العليم العليم والله. ولكن الزرع هذا العام غالي بزاف. الزرع هذا العام غالي، داير القنطار 8000 ريال. هذا ديال دكالة. كاين الزرع ديال ولاد سعيد. كاين الزرع هنايا ديال السوالم. حد سوالم هذا ديال دكالة. هذا الزربان، زرع زربان ديال السانة. من الأول دايرة 300 ريال. وكل عام حنا فيها واللهم لك الحمد، وعندنا البلاصه في المعمل كنجيبو منه، والعبره دايره 80 درهم، والفتره دايره 300 ريال الفتره الواحد. نبيعوا العبره، كنبيعوا القنطار، نبيعوا الفتره 13 درهم، القنطار 7600 7800 فهمتيني. وحنا الاولين هنايا من القديم العصر، كانوا جدودنا هما الاولين. واين حنايا دابا حتى كتشوف كل شيء، ها هي الحركه عيانه شويه. وخويا الفتره هنا الخير موجود تبارك الله، كاين 13 درهم 260، السلعه موجوده تبارك الله، في الشاري قليل شويه، السلعه كاينه الكافيه تبارك الله، وكاينه الجوده، الجوده تبارك الله خير سيدي ربي كريم. ها هو شويه الوقت واعر شويه، ما كاينش الشاري مبقاش على هو اللي قال، كاين عطى الله هو، السلعه موجوده تبارك الله. من جهة أخرى، فالفقهاء يقرون بأن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، كما يجوز إخراجها نقدا. بالنسبة لزكاة الفطر أو صدقة الفطر وزكاة الأبدان، هذه كلها تسميات يخرجها الصائم قربة وطاعة لله عز وجل وتطهيرا له من اللغو والرفث، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، كما قال صلى الله عليه وسلم، وفيها إغناء للفقراء عن مذلة السؤال خاصة يوم العيد، وهي واجبة باتفاق جميع الفقهاء، وهي تجب قبل صلاة العيد وقبل يوم العيد. قال العلماء تجوز أو يجوز إخراجها بيوم أو يومين، ومن أخرها عن يوم العيد كان ذلك الفعل حراما، لا يجوز تأخيرها بعد صلاة العيد أو بعد يوم العيد، ويندب أن يخرجها الإنسان قبل أن يذهب إلى المصلى أي قبل صلاة العيد، وتخرج من غالب قوت أهل البلد، يعني قمح أو شعير أو تمر أو أرز أو قوت أهل البلد، قدرها صاع عن كل شخص، والصاع يعني أربعة أمداد، والمد هو الحفنة، يعني حفنة من اليد المتوسطة، ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة. الصاع قدره يعني الفقهاء ب أربعة أمداد، المد 544 غرام، يعني أربعة الأمداد جوج الكيلو و 176 غرام. بالنسبة لإخراجها نقدا، هناك بعض الأقوال للمالكية وللأحناف ولغيرهم أنه يجوز إخراجها نقدا مراعاة للمصلحة العامة وتيسيرا على المزكي، وقد حددها يعني أو حددتها المجالس العلمية في المملكة المغربية لهذه السنة في قدر 15 درهما عن كل شخص، 15 درهم عن كل شخص،
وهي جائزة بإذن الله تعالى. فالزكاة يقصد من خلالها كف المساكين عن السؤال في ذلك اليوم، امتثالا لقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة.